لكن خبرات الخبره في اداره المباراه فنيا لها دور كبير جدا طبعا. سير المباراه هيفرق في هدف، سير المباراه هيفرق في تعادل او ايجابي او سلبي طبعا. سير المباراه هيفرق بالتغييرات، سير المباراه الفني اللي يملكه الاثنين الخبره الكبار، والخبره لها دور والحنكه لها دور في سير المباراه فنيا فنيا. عشان حته الجزء الفني ده كابتن كمان، كابتن وليد، واحنا بنتفرج على الكلاسيكو يا كابتن كنا شايفين الريال برغم قدراته الكبيره وبرشلونه وقدراته ايضا كان بيسيب برشلونه زين الدين زيدان تتعامل وتنقل الكوره، وفي وقت معين وقت ما بيخطف الكوره بيتعامل على مرمى برشلونه، وده نجح فيه زين الدين زيدان. تشوف النهارده ممكن تبقى مباراه شبيهه بالنسبه للنادي الاهلي وقوته، لان طبعا فريق ريال مدريد كان عارف قوه فريق برشلونه وامكانياته العاليه فكان بيتعامل بالشكل ده. ممكن كابتن حسام حسن يتعامل بنفس الاسلوب؟ ممكن تبقى مباراه شبيهه من خلال التكتيك، لان هي عندهم بدايه موسم وعندنا نهايه موسم، فبدايه الموسم ما بتبقاش وصلت للياقه البدنيه العاليه زي ما بتكون في نص الموسم، وده لاحظناه على برشلونه قوي قوي الشوط الثاني، ولاحظناه على الريال في بعض فترات المباراه. في نفس الوقت احنا عندنا هنا دي نهايه موسم، نهايه موسم بيبقى فيه اجهاد شديد جدا، فبيبقى برضو اللياقه البدنيه متاثره بان انت لو عملت مجهود مضاعف، وده حصل اصابات كتير جدا في كل الانديه. بس هو السؤال كابتن عايز اساله قبل، هو بدايه موسم للمصري ولا نهايته؟ مصر بورسعيدي؟ لا نهايته طبعا برضو، ما خدوش اجازه يعني. خلينا نتفق ونقر بحاجه من وجهه نظر، يعني انا مش شايف ان في فريق خد اجازه غير اللي طلع من الكاس بدري اللي خلص بدري، لكن اي فريق يعني انا اقول لغايه اللحظه دي سموحه اللي لسه لاعب مع الاهلي لسه ما خدش اجازه، يعني يعتبر هيبتدي الاجازه بتاعته. لكن اهلي، زمالك، مصري، سموحه، المربع الذهبي، هو كان من غصب عنه. انت بتدي يعني اللي يقول لك ان الاهلي خد اجازه قول له يا عم انت بتهزر، يعني خدوا ايه؟ اربع ايام، خمس ايام، واحد لحق على ما يسافر ويرجع في يومين، يعني مش دي الاجازه بتاعت الكوره. الاجازه بتاعت الكوره يا جماعه بره شهر، صحيح، شهر ونص، تعمل خالص بكامل وتفصل عن كره القدم تماما. لكن احنا بنحاول نتحايل علشان ندي اللعيبه اي راحه. لكن طبعا الخمسه سته اللي خدوا راحه، عبد الله السعيد واحمد فتحي وحسام عاشور وشريف، محطوطين تحت ضغط رهيب النهارده. يعني انا اديتك اجازه اربع خمس ايام لكن رجعت الضغط مضاعف. فهي ما فيش حد من الفرقه دي خد الحاله البدنيه اللي انت بتتكلم عليها يا كابتن كان نهايه موسم، هتفرق كتير في شكل واداء كل فريق عن التاني. بالظبط طبعا، يعني مليون في الميه الفريقين خلينا نقول ان هم بلغه الكوره مجهدين مجهدين، يعني وضع على الزمالك قوي طبعا في مباراته مع المصري. المصري من اكتر الفرق اللي بتجري، لكن عايز اقول لك النهارده المباراه فيها جري كتير، واظن انها لو امتدت لوقت اضافي هتعرف فعلا يعني ايه جهاد. هيبان حتى على الفريقين، يعني مع انا متاكد مليون في الميه ان انيس الشعلاني مخطط الاحمال وتيم النادي الاهلي لياقته البدنيه عاليه جدا، لكن انا بقول لك لو وصلنا لنص ساعه وقت اضافي هيبان النهارده يعني ايه نهايه موسم. صحيح. بالنسبه للفريقين فاتمنى ان الاهلي يحسمها من بدري. هيلعب المصري زي ما كابتن ربيع بيقول، هيلعب ضاغط في كل حته، هو خلاص كابتن حسام حسن ما بيغيرش الاستراتيجيه بتاعته، حتى لو رد شويه تلتين ملعب لكن الضغط في كل حته في الملعب. اتمنى ان الاهلي يقابله بنفس الطريقه. النادي الاهلي غلط غلطه في مباراتهم مع الدوري لما في الدور الاول لما مروان محسن احرز هدف في اول ثلاث دقائق، النادي الاهلي رد في نص ملعبه ولعب جيم مختلف. اشوف انا مع النادي المصري لازم تفضل ضاغط زي ما هو بيلعبك، تلعب بنفس الحماس وبنفس الجري وبنفس القوة، ممكن تكسب المصري كمان، ممكن تكسب كويس. لأن النادي المصري في ضغطه، وكابتن حسام حسن دايما بيلعب على الريسك، وأنا بضغط يا فاروق بعدد، لو أنت قدرت تطلع بالكرة دي سهل جدا إن أنت تروح بيها كهجمة فيها خطورة شديدة. فالنادي الأهلي إذا قدر يحرز هدف الأول، أنا من وجهة نظر إنك تشتغل على الضغط تقدر تكسب بشكل كويس. صحيح. لو انت رديت في نص ملعبك، كابتن حسام عنده استراتيجيه ما بيغيرهاش، هو احمد ايمن منصور من ورا او اسلام صلاح بيحط الكوره لاحمد جمعه، كوره طوليه دايما احمد ايمن منصور، احمد جمعه بيستلم بيروح عاملها لاحمد جمعه. الفكره بقى ان هو بياخد الكوره الثانيه على طول. يعني عندك الشامي وعبد الله جمعه وحماده ناصر وفريد شوقي وعمرو موسى بينطلقوا ورا احمد جمعه،
فبيبقى كل اللعب في نص ملعب الخصم، وبنفس الوقت عندهم لياقه بدنيه ان هو الكره لما تضيع بيقدروا يردوا، اللي هو بمعنى يا كابتن وليد ان انا بنقل الـ 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 الهجمه لنص ملعب الخصم بمنتهى السرعه عشان ما بقاش في حاله، لان الكره لو اتقطعت بالنسبه لهم في نص ملعبه مع القوه الهجوميه اللي موجوده عند النادي الاهلي هتبقى خطر جدا. انا بقى اواجههم ازاي؟ وجهه نظري ان ما ينفعش النادي الاهلي يرجع يلعب نص ملعب او تلتين ملعب. ليه بقى؟ لان انا كده بريح قوي السردباكات ان هم يتقدموا 20 30 متر ويبتدي يلعب الكره اللي هو متعود عليها. انا عايز الخبط له لعبه زي ما الكابتن حسام حسن بيعمل مع الفرق الكبيره. خد بالك كل فرق الدوري باستثناء المصري وممكن نقول مين تاني، مين بيلعب ضاغط كده؟ متهيألي مفيش حد. مقصة شوية. مقصة يعني شوية. بيضغط على الأهلي والزمالك من فوق. فده بيغير طريقة لعب الأهلي والزمالك. صحيح. الطبيعي الأهلي والزمالك متعود إن الفرق بترد في نص ملعبها، فيقدر شريف إكرامي يطلع لرامي والنجيب وتقدر تتحرك في 20 30 متر بارتياحية. هو بيحب يلعب على عكس توقعاتك.